وللحديث عن خروج فيدرر وفرص باقي المرشحين تنضم إلينا من القاهرة الصحفية الرياضية سارة محسن. أستاذة سارة، كيف تمكن جون ميلمن المصنف 55 عالميا من الفوز على روجر فيدرر المصنف 2 عالميا؟ مرحبا بك أحمد ومرحبا بجميع المشاهدين. في البداية، لأول مرة روجر فيدرر يخسر من مصنف خارج 50 الأوائل في بطولة US Open. هذا ليس روجر فيدرر الذي شاهدناه في موسم 2017 عندما فاز ببطولة أستراليا المفتوحة وقدم نهائي مثير وماراثوني أمام رافائيل نادال واستطاع أن يهزمه وفاز بعدها ببطولة ويمبلدون، وليس روجر فيدرر الذي شاهدناه في بداية هذا الموسم وهو يفوز ببطولة أستراليا المفتوحة من جديد. روجر ظهر بأداء سيء للغاية، يعني بكل حيادية لا أستطيع القول أن جون ميلمن قدم عرضا قويا واستطاع أن يقصي المصنف 2 عالميا من البطولة، ولكن على العكس روجر هو الذي ارتكب العديد من الأخطاء. روجر فيدرر ارتكب 77 خطأ مباشر، ارتكب 10 أخطاء مزدوجة على الإرسال، وكانت نسبة الإرسال الأول 49%، وهي بالمناسبة ثاني أقل نسبة لروجر فيدرر في 98 مباراة في بطولة US Open. روجر كانت له يعني الفرصة ليحسم المجموعة الثانية وهو على شوط الإرسال، ولكن أضاع الفرصة بسهولة، ونفس السيناريو الذي تقرر في المجموعة الثالثة. روجر كان يستطيع أن ينهي المباراة بثلاث مجموعات نظيفة، لكنه تعثر بسبب الإرسال الأول، خاصة أن جون ميلمن ليس اللاعب الذي يمكن أن يهدد خطر كبير لروجر فيدرر أو رافائيل نادال أو نوفاك جوكوفيتش. هو لم يفز بأي بطولة ATP من قبل، ولم يهزم أي مصنف من العشرة الأوائل من قبل. طيب، هناك مواجهة نارية في الدور الربع النهائي تجمع بين رافائيل نادال ودومينيك ثيم، ما هي توقعاتك لهذه المباراة؟ بالطبع نهائي ربع نهائي مرتقب ومثير بين رافائيل نادال والنمساوي دومينيك تيم. هذه المواجهة ستكون 11 بين اللاعبين، ولكن هي الأولى على الأراضي غير الترابية. نعلم جيدا أن دومينيك تيم يشكل تهديد كبير لرافائيل نادال، هو اللاعب الوحيد الذي استطاع أن يهزم رافائيل نادال على الأراضي الترابية في العامين الأخرين، ولكن نادال عليه أن يكون حاضر ذهنيا، خاصة بعد المباراة الماضية الأداء الذي ظهر عليه أمام الروسي كارين خاشينوف. لم يكن في أفضل حالاته، وهو بنفسه اعترف أنه لا يقدم أفضل مستوى لديه في US Open. طيب، ننتقل للحديث عن فئة السيدات، وبعد خسارة الروسية ماريا شاربوفا، من هي المرشحة الأبرز والأقوى للفوز بهذا اللقب؟ أعتقد أنه من المبكر أن نحكم عن المرشحة الأقوى للفوز، ولكن يعني هناك أسماء عديدة. ماريا شاربوفا خرجت على يد كارلا سوارز نافارو، سيرينا ويليامز ستواجه كارولينا بليسكوفا، هذه المواجهة ستكون قوية. نعلم جيدا أن سيرينا ويليامز استطاعت أن تصل لنهائي بطولة ويمبلدون، وهي عادت للملاعب منذ فترة قصيرة بعد الولادة والحمل. سيرينا ويليامز قادرة أيضا على أن تحقق إنجاز جديد. هناك أيضا توسورينكو ستواجه ناومي أوساكا، وحاملة اللقب سلون ستيفنز تواصل مشوارها للدفاع عن اللقب بسهولة، وأعتقد أنها ربما تصل إلى النهائية. هي ستواجه بعد ساعة من الآن أنستيجا سيفاستوفا اللاتفية، وستكون مواجهة قوية بين اللعبتين. شكرا جزيلا لك الصحفية الرياضية سارة محسن، كنت معنا من القاهرة.